بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أنه لا يجوز سؤال الغائبين ولو كانوا أحياء من الملائكة وغيرهم، ولا يجوز سؤال الأموات. وأما الأحياء إذا كانوا حاضرين، فيجوز سؤالهم، لأنه لا محذور في ذلك من ناحية العقيدة، ولأنهم يسمعون من سألهم ويقدرون على إجابته. إلا أن الأولى أن لا يسأل أحدا شيئا وأن يستغني، هذا هو الأولى، أن يستغني عن الناس حتى ولو كان السؤال جائزا، لأن سؤال الناس فيه ذلة، فيه حاجة إلى المخلوق، يكون الإنسان يستغني أحسن. وأيضا سؤال الناس فيه منة، إذا أعطوك أو أجابوك فيه نوع منة، فكون المسلم يستغني ولا يسأل الناس شيئا أحسن وأسلم له. وكان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا، فعملوا بهذه المبايعة، فكان أبو بكر رضي الله عنه لا كان يسقط صوته وهو على الراحلة فلا يقول لأحد ناولني إياه، كان ينزل رضي الله عنه ويأخذ صوته استغناء عن الناس، هو يقول: أوصاني خليلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصاني ألا أسأل أحدا شيئا. ويجوز أن يقول الصحابي للرسول خليلي، لكن الرسول لا يجوز له أن يقول خليلي فلان، لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فلا يجوز للرسول أن يقول خليلي فلان، بل يوحد الخلة مع ربه عز وجل. ولهذا قال في آخر حياته: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة معناها أعلى درجات المحبة، ولم ينلها من الخلق أعلى درجات المحبة لله جل وعلا، ولم ينلها من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم فقط. وأما المحبة التي دون الخلة فكل المؤمنين يحبون الله ويحبهم، كما قال تعالى:
سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الله عز وجل، لكن درجة الخلة لم ينلها إلا اثنان من الخلق. نعم. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. كما في الحديث الذي قبله في قصة أبي بكر رضي الله عنه، وأنهم عملوا بهذه البيعة فلم يسألوا الناس شيئا حتى أيسر الأشياء وهي مناولة الصوت من الأرض. فمهما أمكن للمسلم أن يستغني عن الناس فإنه يفعل. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر صفاتهم التي بها استحقوا هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، والرقية هي القراءة على المريض استغناء عن الناس، فيرقون أنفسهم ولا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والله قريب مجيب. الرقية من القرآن ومن الأدعية المشروعة، وهذا كل يحسنه، هذا كل يحسنه. تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة الإخلاص، تقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، تقرأها على نفسك أو تقرأها على غيرك مع الاستعاذة بالله شر ما خلق والأدعية الواردة في الرقية. فهذا ما تحتاج أنك تسأل الناس، بل أنت تفعله، والله قريب مجيب، تستغني عن الناس. فالذين الآن توسعوا في الرقية وصاروا يطلبونها حتى من غير أهلها، يطلبونها من المشعوذين والدجالين والسحرة الذين يدعون أنهم يعالجون الناس، وهم بين أمرين: إما أن غرضهم من ذلك إفساد عقائد الناس لأن يأمروهم بالذبح لغير الله ودعاء غير الله، وإما أن قصدهم ابتزاز أموال الناس، وهذا هو الغالب. فأخذوا يتاجرون بالرقية ويفتحون المحلات للرقية، ينظمون المكاتب، صارت الرقية حرفة، امتهنوا الرقية وجعلوها للدنيا، مع أنها قربة إلى الله ونفع للمسلمين، لا ينبغي أن تجعل لطلب الدنيا. هذه ناحية. الناحية الثانية والثالثة كما ذكرنا لكم، أنهم
يكونون سحرة، يكونون مشعوذين، يكونون دجالين، كهنة. فلا يجوز أن الإنسان يبيع عقيدته ويبيع دينه ويذهب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جدا، ولا يجوز أن يدخل في الرقية من هب ودب، ولا يجوز للناس يذهبون إلى هؤلاء، لأنهم يبتزون أموال الناس أو يفسدون عقائد الناس. ينبغي التنبه لهذا الأمر. الرقية في الأصل جائزة إذا كانت بالضوابط الشرعية فهي جائزة، ولكن لا تتخذ حرفة ولا تخضع لطلب الدنيا والمتاجرة، إنما هي نفع للناس وقربة إلى الله عز وجل بنفع المحتاجين. هذا هو الأصل فيها، ولا تخرج عن أصلها إلى أن تكون حرفة من الحرف ويدخل فيها من لا يحسنها، أو يدخل فيها من أصحاب العقائد الفاسدة والدجالين والكذابين. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، من الفريقين السحرة والكهنة والذين يطلبون السحر والكهانة. وفي الأيام الأخيرة ظهر من يفتي بأنه يجوز حل السحر عند السحرة، وهذا أمر باطل، لا يجوز حل السحر عند السحرة. لهذا الحديث: ليس منا من سحر أو سحر له. وفي الأثر: لا يحل السحر إلا ساحر. فأنت لا تذهب إلى الساحر وتقع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا. والساحر أشد من الكاهن. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر يحل بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة، ولا يحل بالكفر والشرك بواسطة السحر. نعم. ولا يكتوون. نعم. لا، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، بل إنهم هم يرقون أنفسهم، لا يسترقون ولا يكتوون. الكي مكروه ومباح، هو مباح لكنه مكروه لما فيه من استعمال النار، كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جائز مع الكراهة إلا إذا احتيج إليه. إذا احتيج إليه إنه تزول الكراهة. المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. الطيرة شرك، وهي التشاؤم بالمخلوقات وتوقع الشر منها، مما يجعل الإنسان يخاف من المخلوق ويخشى المخلوق، بل عليه أن يتوكل على الله وأن يخشى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلق قلبه بالله، ولا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. التطير شرك، لأنه فيه خوفا من المخلوق وتوقعا للمكروه وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى،
والصفة الرابعة على ربهم يتوكلون، هذه هي التي جعلتهم يتجنبون هذه الأشياء، أنهم يتوكلون على الله فلا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم. ولم يقل لا يرقون، يجوز للإنسان أنه يرقي نفسه ويرقي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، كونه يرقي لا بأس، إنما الممنوع أنه يسترقي يطلب الرقي. ولا يكتوون، لا يفعلون المكروه، لا يفعلون العلاج المكروه، ولا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. فمدح هؤلاء، فالذي فهذه الصفات منها ما هو شرك وهو التطير، ومنها ما هو مكروه وهو الاسترقاء والكي. نعم. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء، فلا يطلبون من أحد ذلك. نعم، لا يطلبون من أحد أن يدعو لهم، أن تدعو الله عز وجل، والدعاء هو أعظم أنواع العبادة. لماذا تقول لغيرك ادعو الله تترك الدعاء أنت، مع أنه أعظم أنواع العبادة؟ فأنت ادعو الله عز وجل. نعم. وقد روي فيه ولا يرقون، وهو غلط. الرواية هذه غلط، ولا يرقون هذا غلط، ما هي صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض المرضى، ورقي رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين، فرواية لا يرقون غلط، والصحيح والصواب لا يسترقون، أما أنهم لا يرقون فلا محذور في ذلك. نعم، إنما المحذور في الاسترقاء. نعم. وقد روي فيه ولا يرقون، وهو غلط، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة. نعم، حسن، وعبادة لله عز وجل، دعاء لله عز وجل، فكيف يمدحون بترك الدعاء؟ كيف يمدحون بترك الدعاء؟ وكيف يمدحون بترك نفع الناس؟ نعم، هذا يدل على أن هذه الرواية غير صحيحة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره، ولم يكن يسترقي. كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه فيقرأ على نفسه، وكان يرقي غيره من المرضى، فكيف يفعل شيئا لا يجوز؟ كان يرقي ويسترقي عليه الصلاة والسلام. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره، ولم يكن يسترقي. أما لو جاء الراقي وقرأ عليك بدون تطلب منه، هو جاء وقرأ عليك بدون أنك تطلب منه، لا بأس بذلك، ولا يدخل في الكراهة. نعم. فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به. الدعاء مأمور به، أن يدعو الإنسان لنفسه وأن يدعو لغيره. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كونك تدعو لنفسك وتدعو للناس هذا مطلوب ومشروع. نعم. وهذا مأمور به، فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه، كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم. نعم، الله ذكر عن الأنبياء أنهم يدعون ربهم، فآدم عليه السلام دعا ربه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ونوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وإبراهيم عليه السلام دعا لنفسه ولذريته وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. محمد صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه ودعا للمسلمين
فسادة الأنبياء يدعون الله عز وجل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه في الأنبياء الذين ذكرهم الله في سورة الأنبياء. نعم. وما روي أن الخليل عليه السلام لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل سل، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، ليس له إسناد معروف وهو باطل. هذا الحديث لا أصل له، ومعناه يعني هو من ناحية الإسناد ليس له إسناد، ومن ناحية المعنى هو باطل، لأن هذا فيه إلغاء للدعاء، هذا فيه إلغاء للدعاء، كأن إبراهيم ترك الدعاء وقال إن الله يعلم، يعني وإذا كان يعلم لا حاجة للدعاء. الله جل وعلا نعم يعلم كل شيء، لكن مع هذا أمرنا بالدعاء، وإلا فهو يعلم كل شيء لا يخفى عليه أحوالنا، لكن مع هذا الله أمرنا بالدعاء، دعوني أستجب لكم. فهذا إلغاء للدعاء، فدل على بطلانه، دل على بطلانه. وهذا قول الصوفية، الصوفية هم الذين لا يرون الدعاء ويقولون يكفي علم الله بأحوالنا، وهذا من شدة التقرب إلى الله بزعمهم، وهذا خلاف ما أمر الله به في آيات كثيرة من الأمر بدعائه سبحانه. الأنبياء دعوه كما مر، وهم أعلم الناس بالله عز وجل، فهذا مما يدل على بطلان هذا الأثر. ومع الأسف سمعت بعض الخطبة في بعض الجمع، خطبة مذاعة في الإذاعة جاب هذا الحديث، قال علمه يكفي عن سؤالي علمه بحالي، دون أن يعلم هذا الخطيب أن هذا باطل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كل ما وجد في الكتب يقرأ، لابد من التثبت في هذا الأمر، لا سيما الذي يعلن للناس على المنابر ويذاع في الإذاعة، لابد من التثبت فيه. نعم. حسبي من سؤالي علمه بحالي، ليس له إسناد معروف وهو باطل. هو ليس له إسناد فهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ما له إسناد معروف، له إسناد ساقط ليس بشيء، وأيضا معناه باطل كما سمعتم. نعم. بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم، صح عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما قذفوه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا دعاء، حسبنا يعني كافينا، وهذا دعاء من الخليل عليه السلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كفاه الله شر هذه النار. فإبراهيم دعا عليه السلام في هذه الحالة، ولم يقل من حسبي من سؤالي علمه بحالي، وقالها محمد، وهذا في القرآن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من القتل والجراح، وانتهت المعركة وقفل الكفار إلى مكة، تشاوروا فيما بينهم وقالوا نرجع ونستأصل بقية المسلمين، فأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مندوبا يخبره بأنهم سيرجعون إليهم،
النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الذين كانوا معه في أحد، استنفرهم وهم جرحى، أكثرهم جرحى استنفرهم ولم يستنفر غيرهم، فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا في حمراء الأسد، مكان يسمى حمراء الأسد. فلما علم المشركون بخروجهم أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فهابوا أن يرجعوا، فولوا مدبرين. الذين قال لهم الناس إن الناس، أي أبا سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ابتلاء وامتحان يجري على سادات الأولياء من الامتحان مثل هذا وأشد منه، لكن يصبرون، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما بلغهم الخبر، ولم يضعفوا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولم يقع الوهن في قلوبهم والخوف، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا دعاء. فكيف إن الإنسان إذا وقع في شدة لا يدعو الله عز وجل ويقول حسبي من سؤال علمه بحالي؟ هذا باطل. نعم. وقد روي أن جبريل عليه السلام قال له، قال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. وأما الذي ورد أن جبريل اعترض لإبراهيم وهو في الهواء، قذفوه في النار، اعترض له جبريل، قال له هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، يعني أنت مخلوق، وأما إلى الله فبلى، أنا بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، استغنى عن الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ نعم، ذكر الله عن الخليل إبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة أنه دعا الله بأدعية، في سورة إبراهيم في آخرها الأدعية العظيمة التي دعا بها إبراهيم، دعا لأهل مكة ودعا لذريته هو وإسماعيل عليهم السلام، فكيف يقال إن إبراهيم يستغني عن الدعاء ويكتفي بعلم الله عز وجل؟ هذا من الكذب. نعم. فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي والله بكل شيء عليم، وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكل؟ لا تنافي بين علم الله وبين الدعاء، لأن الدعاء من الأسباب، والله أمرنا بالدعاء مع أنه يعلم حالنا سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة وسبب من أسباب النصر والرزق وكشف الكرب. فالدعاء سبب عظيم وعبادة لله عز وجل، كيف يتهاون به ويقال يكفي علم الله بأحوالنا؟ نعم. والله بكل شيء عليم، وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه. فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم. لأنه سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور أسباباً لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين
وهو سبحانه كيف تلغى الأسباب النافعة ويقال هذا من التوكل على الله؟ القاعدة أن المسلم يجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب، هذه هي القاعدة. أما أنه يقتصر على التوكل على الله ويلغي الأسباب فهذا لا يجوز، أو العكس يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، هذا مذموم. والمشروع أنه يجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب، هذا هو المطلوب من المسلم. نعم. وهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار، ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى بها حاجته. نعم، هذا هو الأصل، أنه يجمع بين توكل على الله وعلى فعل الأسباب. وكون الله يعلم بأحوالنا لا يتنافى مع كونه يأمرنا بدعائه وسؤاله سبحانه وتعالى، لا تنافي بينهما. نعم. كما يأمر سبحانه هذا بالعبادة والطاعة التي بها تنال كرامته، وكذلك الله أمرنا بطاعته وعبادته لننال بذلك كرامته وجنته. ولم يكفي أنه يعلم بحالنا ويدخلنا الجنة لأنه يعلم من المحتاجين إليها، ما يكفي هذا. نعم. ولو أن الإنسان أصابه الجوع والعطش ما يقول الله يعلم أني عطشان ويعلم أني جايع ويجلس، أليس يذهب يطلب الماء ويطلب الطعام؟ هذا فعل الأسباب، هذا فعل الأسباب. ما يقول الله يعلم أني عطشان ويعلم أني جوعان ويجلس حتى يموت، لا. نعم. ولكن العبد قد يكون مأموراً في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء، كما روي في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الذكر نوع من الدعاء، ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتكبير نوع من الدعاء، بل هو أفضل الدعاء، لأنه دعاء عبادة، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإذا اقتصرت على دعاء العبادة فإن هذا يغني عن دعاء المسألة، وإن جمعت بينهما فلا بأس. وكلاهما في الفاتحة، تنبهوا، كلاهما في فاتحة الكتاب التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا، أولها دعاء عبادة ثناء على الله سبحانه وتعالى، وآخرها سؤال: اهدنا الصراط المستقيم. هذا سؤال، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا سؤال، نستعين يعني نطلب العون. فسورة الفاتحة جمعت بين نوعي الدعاء: دعاء العبادة بالثناء على الله في أولها وتمجيد الله سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة بقوله: وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذا سؤال، دعاء مسألة، وكون المسلم يجمع بينهما أفضل. نعم. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي: حديث حسن غريب. نعم، دعاء يعني قراءة القرآن ذكر لله عز وجل، ذكر لله، وهي دعاء، دعاء عبادة. كونك تكثر من تلاوة القرآن هذا عبادة لله عز وجل، هو دعاء عبادة، ويعطيك الله ما يعطي السائلين. المهم أنك ما تترك الدعاء نهائيا وتقول: الله يعلم حالي، ما تترك دعاء العبادة ودعاء المسألة تقول: الله يعلم حالي. هذا عجز، هذا عجز وإلغاء للعبادة، وهذا لا يجوز. نعم. وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها القراءة والذكر والدعاء. الصلاة أفضل أنواع العبادة، وهي سواء كانت فريضة أو نافلة،
هي أعظم العبادات، وفيها أنواع من الدعاء، فيها قراءة القرآن، فيها التسبيح في الركوع والسجود، فيها الدعاء في بين السجدتين رب اغفر لي، والدعاء في السجود، والدعاء في التشهد، فهي تجمع. ولهذا تعرف الصلاة بأنها أقوال، لأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، كلها أدعية، دعاء عبادة ودعاء مسألة في نفس الصلاة. نعم. وأفضل العبادات البدنية الصلاة. بدنية، لأن العبادات على قسمين، على ثلاثة أقسام: قسم بدني محض مثل الصلاة والصيام، قسم بدني محض مثل الصلاة والصيام والذكر، وقسم مالي محض وهو الزكاة والصدقات، وقسم مركب من البدني والعملي، وذلك مثل الحج. الحج يجمع بين عبادة المال وعبادة البدن، لأن فيه نفقة وفيه إتعاب للبدن، والجهاد في سبيل الله يجمع بين عبادة البدن وعبادة المال. ولا تخلو العبادات عن هذه الأقسام الثلاثة: إما بدنية محضة، وإما مالية محضة، وإما مالية بدنية. نعم. وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها القراءة والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به. ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ كل نوع من العبادة في موطنه مأمور به، فكيف يقال إن الدعاء لم يؤمر به؟ الله أمرنا في الصلاة أن ندعوه. نعم. وكل واحد في موطنه مأمور به، ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن. نعم، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وهذا عبادة ودعاء. نعم. وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالدعاء. كل نوع مأمور به في محله، ولا ينقل إلى المحل الثاني في الصلاة، فلا يجوز أن تقرأ في الركوع والسجود، لأن محل القراءة في القيام، محل القراءة في القيام. ولهذا في الحديث إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد، محل القراءة هو القيام، فلا يجعل الدعاء في القيام والقراءة في الركوع والسجود، هذا عكس ما أمر الله به، ولا تصح الصلاة بهذا. نعم. وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك. والدعاء وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الدعاء في السجود فقمنون أن يستجاب لكم. نعم. والدعاء في السجود حسن مأمور به، ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. الجمع بين القراءة والدعاء في القيام لا بأس، إنما الممنوع الاقتصار على الدعاء وترك القراءة، كونك تقرأ القرآن وتدعو الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويسأل عند آية الرحمة، ويستعيذ عند آية العذاب. نعم. ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. في الركوع الأفضل أن الإنسان يقتصر على التسبيح سبحان ربي العظيم ويكررها، وإذا دعا في الركوع فلا بأس، لكن الدعاء في السجود أفضل من الدعاء في الركوع، قوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. نعم. فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به،
ردا على من يقول إن السؤال إنه ليس مشروعا، يكفي علم الله جل وعلا بحال العبد. نعم. وقد سأل الخليل وغيره، قال الله تعالى عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما وضع من ذريته في مكة إسماعيل وأمه، وضعهم في الوادي ثم أدبر عنهم ذاهبا إلى الشام، لما إنه اختفى عنهم بالجبل وقف ودعا بهذا الدعاء العظيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني مكة عند بيتك المحرم الذي أمره الله جل وعلا أن يضعهما فيه، وأمره بذلك فوضعهما فيه توكلا على الله سبحانه وتعالى، ودعا لهذا البلد: رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي سورة البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا قبل أن يكون بلد، اجعل هذا بلدا آمنا، فلما صار بلدا قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، فدعا مرتين، مرة قبل أن يبنى به وقبل أن يتكون، ومرة بعدما تكون وصار بلدا. فهذا إبراهيم الخليل يدعو ربه عز وجل، كيف يأتي صوفي ويقول لا، ما حاجة إلى الدعاء، يكفي علم الله بأحوال العباد. نعم. وقال تعالى: فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء الذي في البقرة، واشترك معه إسماعيل عليه السلام. وأما الدعاء الذي في سورة إبراهيم فإبراهيم قام به وحده كما في الآيات. نعم. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به. نعم، دعاء المسلم لأخيه حسن، يعني فيه نفعا لأن فيه نفعا لأخيك، والله أمر به: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيه نفع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا يقتصر الإنسان على نفسه، بل يدعو لإخوانه الأموات والأحياء، هذا هو المشروع. نعم، لأن المسلمين أمة واحدة وجسد واحد، فكما تدعو لنفسك تدعو لإخوانك. نعم. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثله، أي بمثل ما دعوت لأخيك به. نعم، إذا دعوت لأخيك وهو غائب فإن الملك يؤمن على دعائك ويقول: ولك بمثله، ولك بمثله، فإن الله يعطيك من الثواب مثل ما دعوت به لأخيك. فهذا فيه فضل الدعاء للغير، فيه فضل الدعاء للغير ولا سيما الغائب. نعم. أما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به،
بخلاف سؤال العلم. فإن نعم السؤال سؤال الغير على أقسام، أحدها أن تسأل حقا لك عنده، تسأل حقا لك عنده، كالزوجة تطلب النفقة من زوجها والولد الفقير يطلب النفقة من والده، هذا حق واجب عليه. الفقير يسأل الغني من الزكاة التي هي حق للفقير، أحد يسأل من ولي الأمر من بيت المال، هذا لا بأس به، لأن لك حق في هذا، لك حق في هذا، فأنت تسأل حقك لا بأس به، وليس هذا من جلة السؤال، وإنما تسأل حقا هو لك. النوع الثاني سؤال العلم، سؤال العلم، الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا ليس فيه ذلة، هذا فيه خير وفيه بذل للعلم، وأن تريد الهداية لنفسك فلا بد أنك تسأل أهل العلم، هذا ليس فيه مذمة، ولا تستحي من سؤال العلم، لا تستحي من سؤال العلم. النوع الثالث سؤال الناس الأموال التي ليس لك فيها حق، هذا هو المكروه، هذا هو المكروه، إلا عند الحاجة الشديدة تزول الكراهة، تزول الكراهة، ويجوز السؤال لما يزيل حاجتك وضرورتك من الناس. نعم. وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. ونوع الرابع محرم، سؤال الناس محرم، الذي يسأل الناس وهو غير محتاج، يسأل الناس وهو غير محتاج، يتسول، صير حرفته التسول وهو غني ما هو محتاج، هذا حرام عليه. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر. وجاء أن السائل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إذا السؤال لأموال الناس وأنت لست مستحق ولا مضطرا إلى السؤال، هذا حرام عليك. نعم. وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال العلم، فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقال تعالى نعم الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر أنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، وقال لنبيه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أحبار اليهود والنصارى يعلمون أن القرآن حق وأنه من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. نعم. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، من الرسل السابقين، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذا رد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. كل الرسل ينهون عن الشرك كلهم، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، فالشرك لم يأتي في شريعة نبي من الأنبياء، وإنما هو من عمل الشياطين. نعم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. لم يجعل الله ذلك، ولم يأتي هذا في كتاب من كتب الله عز وجل المنزلة.
لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن، وإنما وقع في التوراة والإنجيل هذا محرف. الذي وقع في الإنجيل من كون المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم أو المخلص أو هذا من تحريف النصارى. كذلك ما وقع في التوراة، ما وقع في التوراة من تحريف اليهود، ليس هذا هو الكتاب الأصلي، إنما هو تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى وزيادة ونقص، تلاعب بكتب الله. نعم. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فسؤال العلم لا يستحيا منه وهو حق للسائل، والعالم يجب عليه أن يجيب السائل، لأن هذا نشر للعلم، وعدم إجابته كتمان للعلم. الله جل وعلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الواجب على العالم أن يبين وأن يوضح للناس في كل المجالات، من الخطب والدروس والمحاضرات وفي وسائل الإعلام، ينشر العلم ويبين للناس ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالعلم لا يخزن في الصدور، وإنما ينشر على الناس لينتفعوا به. هذه مهمة العالم. نعم. فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا وعيد، هذا وعيد شديد، وهذا مثل قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، قال تعالى وقال سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. وهو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص كما تنقص. هذه ميزة العلم، أن العلم إذا أنفقت منه يزيد ولا ينقص، كل ما كثرت الأسئلة والأجوبة زاد العلم، بخلاف المال. المال إذا أنفقت منه ينقص، أعطيت هذا وأعطيت هذا وأعطيت هذا ينقص مالك، لكن العلم لا، ما هو ينقص، يزيد بالسؤال والجواب. نعم. وهو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل. فالعلم يزكو وينمو بأحد أمرين: إما بالعمل، العمل بالعلم هذا ينمي العلم، وإما بنشر العلم وإجابة الأسئلة هذا ينمي العلم أيضا ويزيد العلم عندك، وينبهك على أشياء ما كانت تخطر ببالك، لولا أن السائل سأل عنها ما خطرت ببالك، فهذا من زيادة العلم. نعم. ولهذا يشبه بالمصباح. العلم يشبه بالمصباح، يضيء لنفسه، على نفسه وعلى غيره. نعم. وكذلك من له عند غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر يضيء الكون، وأما الكوكب وهو العابد هذا ما يضيء إلا لنفسه. فالعالم مثل المصباح ومثل القمر، يضيء الكون للناس. نعم. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين. هذا الذي قلنا، أن السؤال إذا كان تسأل من حقك عند أحد ما في مانع، وديعة، مال، حق يجب عليه لك، نفقة، لا بأس بذلك أن تسأل شيء ما هم من ماله، من حقك أنت. نعم. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده. ولا يذم في هذا، لأنه يطلب ماله. نعم. وحقه. نعم. وكذلك مال الفيء وغيره. وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة. مال الفيء
مال الفيء، وهو ما يكون للمسلمين من بيت المال. لك أن تسأل السلطان، لك أن تسأل السلطان، ولا يذم هذا لأن لك حقا في هذا. نعم. وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية. نعم. لأن المتولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. نعم. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه. كذلك النفقة لمن تجب عليه، الزوجة تسأل زوجها ينفق عليها، الولد الفقير يسأل والده أن ينفق عليه، القريب المحتاج يسأل قريبه أن ينفق عليه، هذه حقوق واجبة، فلا بأس بسؤالها من هي عنده. نعم. وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه. كذلك من الحقوق الواجبة الضيافة، كما مر بنا في درس التفسير، الضيافة حق واجب على من أضيف أو من نزل عنده الضيف، فيجب عليه أن يضيفه وأن يقدم له قراه الذي يستطيعه ويتيسر له، ولا يطرده أو يمتنع، هذا حق واجب عليه، حتى أنهم قالوا لو امتنع فللضيف أن يشتكي، أو إذا ظفر الضيف بماله يأخذ قدر ضيافته، لأن هذا حق له على المضيف. نعم. وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية. استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فموسى والخضر استطعم يعني طلب القراء من أهل القرية، فدل على أن القراء حق للضيف، له أن يطلبه. نعم. وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه. كل الحقوق. نعم. كل الحقوق. وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه. الشركاء في التجارة، كل واحد يسأل شريكه ما له من الحق في هذه الشركة، ولا يلام في هذا لأنه يطلب حقه. نعم. وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه، فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع، وليس هذا من السؤال المذموم لأنه حق. نعم. ومن هذا الباب قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به، تقول أسألك بالله، والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، والأرحام بالنصب أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، لأن لها حقا على قريبها، فعلى المسلم أن يتقي حق الرحم ولا يقطعه. نعم. ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل، قال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى. نعم. السؤال هذا غير مأمور به للسائل، ولكن المسؤول إذا سئل فإنه يجب عليه أن يعطي السائل، وأما السائل فلا تنهار، فيعطي السائل بناء على ظاهر حاله أنه ما سأل إلا لحاجة، فإن كان كاذبا ويسأل الناس من غير حاجة فإثمه عليه. نعم. لكن السائل له حق. نعم. وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعل الحق هذا للسائل، أدل على أن السائل له حق، والمحروم الذي لا يسأل، المحروم الفقير الذي لا يسأل، وقيل المحروم الذي نزلت به جائحة فأتلفت ماله وانحرم منه، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون،
لأنهم احترق بستانهم بما فيه، قالوا إنا لمحرومون، يعني أصابتهم جائحة. فالمحروم قيل هو الذي لا يسأل، الفقير الذي لا يسأل ويتعفف، وقيل هو من نزلت به جائحة فاحتاج. نعم، هذا ينبغي أن يفطن له. نعم. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لحوم الهدي، لحوم الهدي في الحج أمر الله أن تكون ثلاثة أقسام: أن يأكل منها المهدي، هذا السنة، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي، والمراد هدي التمتع والقران، أما هدي الجبران، أما هدي الجبران الذي يذبح جبرانا لترك واجب أو فعل محظور فلا يجوز، لا يجوز للمهدي أن يأكل منه لأنه كفارة فلا يأكل منه، إنما هذا هدي، إما هدي التطوع وإما هدي النسك وهو القراء وهو التمتع والقران. كلوا منها، هذا قسم. أطعموا البائس القانع والمعتر، القانع والمعتر، قيل القانع الذي لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل، وقيل العكس. فالمهم أن لحم الهدي هدي التطوع أو هدي التمتع والقران يستحب أن يأكل منه ولا يتركه، لأن هذا من العمل بالسنة والعبادة، وأن يطعم منه، لا يأكله كله ولا يتصدق به كله، وإنما يقسمه بين نفسه وأضيافه وبين المحتاجين. نعم. ومنه الحديث: إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. هذا الذي يسأل من غير حاجة، الرسول يعطي، لكن إذا سأله أحد غير محتاج فإنما يأخذها نارا والعياذ بالله. وكذلك كل سائل وهو غير محتاج يأخذ نارا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما يسأل جمرا، فليقله ليستكثر. فدل على أن المسؤول يعطي، يكل الأمر إلى ظاهره، وأما السائل فهو أدرى بحاله، إن كان محتاج فقد أخذ حقا له، وإن كان غير محتاج هذا حرام عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسان هذا. إنسان شاعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا لسانه، يعني أعطوه ما يكف لسانه، ما هو المراد قطع لسانه بالسكين، لا، المراد قطع لسانه بالعطاء حتى يسكت. أدل على أنه يعطى من يخاف من شره، من يخاف من شره يعطى كفا لشره. نعم. وإثمه عليه هو. نعم. وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه. نقف عند هذا. نعم. 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 يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الكي إذا احتيج إليه وزالت كراهته فهل يمنع منه؟ وهل في هذه الحالة يدخل مع 70,000؟ لا يمنع منه، إذا احتاج إليه لا يمنع منه، تزول الكراهة ويكون من 70,000، لأنه فعله عن حاجة ولا يرد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لكن إذا كان هناك علاج أحسن من الكي أو مثل الكي بديل يذهب إلى العلاج الذي ليس فيه كي، أما إذا توقع الأمر على الكي يكوى وتزول الكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: دائما ما نردد هذا الذكر وهو حسبنا الله ونعم الوكيل، فما هو المعنى الوافي لهذا الدعاء كي نتدبره وفقكم الله؟ حسبنا الله أي كافينا، الحسب هو الكفاية، فالله يكفي من قال الله حسبي، الله يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي.
ونعم الوكيل أي الموكول إليه أمور الخلق، فأمور الخلق موكولة إلى الله جل وعلا، هو الذي يتولاها، فهذا من التفويض إلى الله عز وجل والاعتماد عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس لديهم إبل من النوع الغالي وقد تصل قيمتها إلى أسعار خيالية، قد يصاب بعضها بالمرض، فهل يجوز رقيتها وكيف ذلك؟ وهل إذا قرأ في ماء شيئا من القرآن ثم أشربها للإبل هل هذا الفعل جائز؟ أولا، المبالغة وتبذير الأموال وارتفاع قيمة الإبل إلى الخيال هذا أمر لا يجوز، هذا من التلاعب بالمال. وأما أن الإبل تعالج إذا كان هذا ينفع فلا بأس، إذا كان أنه ينفع فلا بأس بذلك، وأحسن من هذا الورد تورد على نفسك وعلى مالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هل يدل على أن الأولى عدم طلب التداوي لأن الرقية نوع من العلاج؟ التداوي مباح، ليس واجبا ولا مستحبا، بل هو من المباحات، إذا تركه فقد ترك مباحا. لا، والمباح لا يذم، لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله، تساوي الطرفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضر المريض عند شخص وعرض له في الكلام أنه مريض أو ممسوس لأجل أن يرقيه ولم يصرح له بهذا الطلب، فهل هذا يدخل في طلب الرقية من الغير؟ ما يدخل، لكن ترك هذا، لأن إذا كان القصد من الإخبار طلب الرقية هذا طلب ضمني، سؤال ضمني، اترك هذا ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويرقي نفسه وهو يدعو لنفسه ويقرأ من القرآن نعم، ولا يحتاج للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله، أن هذا من باب تكريم عمر، هذا من باب تكريم عمر رضي الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سأل الوالد ولده أن يرقيه هل يدخل في الحديث أم أن ولده من كسبه؟ يدخل في الحديث، ترك هذا أحسن حتى من ولدك أن ترق نفسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سؤال الناس فيه الكراهة على الإطلاق أم أنه لا بأس بالأمر الذي لا يستطيعه المسلم ويحتاج إلى مساعدة من أخيه؟ هذا قلنا إذا أنه احتاج زالت الكراهة، الكراهة تزول مع الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السؤال تكرر، يقول قد كثر السؤال تكثرا خاصة في بيوت الله، وقد جمع الأكثرون من هؤلاء السائلين بين مخالفتين هي الكذب ومخالفة القرارات الصادرة من عدم السماح لهؤلاء بسؤال الناس في المساجد. السؤال: كيف التعامل الشرعي معهم حين قيامهم وسؤالهم؟ هل يزجرون إن لم يكفوا عن الأمر بهذا؟ وهل يؤخذ ما جمعوه من أموال فيقوم الإمام ويتصدق بها على محتاجين حقيقيين؟ هذا له جهة مختصة، مكافحة التسول، هذا له جهة مختصة حكومية وهي مكافحة التسول، وأما أنت ما تقدر تمنعهم ولا تدري عن أحوالهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني أنه خارج من ملة الإسلام؟ وهل تكون زوجته طالقة منه؟ هذا من أحاديث الوعيد، يمر كما جاء ولا يفسر. وقد يكون أنه كافر إذا صدقه بما يقول فذبح لغير الله أو دعا غير الله أو صدق إن دعاء غير الله جائز وأنه لا بأس به أو أن الذبح لغير الله جائز، إذا درى عن هذا وصدقه يكون كافرا، الكفر الأكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل سؤال السلطان وولي الأمر جائز، كان أطلب منحة أو غير ذلك من السلطان؟ لا بأس بذلك، من اللي مانعك؟ رح وسأل، ما خاف، قدم طلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل سؤال ولاة الأمر داخل في النهي من السؤال العام أم أنه خاص؟ سمعتم الكلام في هذا أن السؤال من ولي الأمر جائز ولا يكره، لأنك تسأل من شيء لك فيه حق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قال بعض من يفسر القرآن في قول الله تعالى حكاية يقول عن إبراهيم: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول قال بعض من يفسر القرآن في قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا ما هو إبراهيم، هذا أيوب، هذا أيوب الذي قال هذا وهو يدعو ربه، هذا من دعاء الله والتضرع إليه والتوسل إليه بحالته ومرضه، هذا أمر جائز لا بأس به. نعم. قال هذا المفسر يقول: هذا كقول القائل علمك بحالي أغنى عن سؤالي، فهل هذا تفسير صحيح؟ هذا كذاب، ليس معنى الآية كذا، إنما معناها الدعاء. أيوب عليه السلام دعا ربه وتوسل إليه بحاله ومرضه، وتوسل إلى الله برحمته وصفة من صفاته، هذا دعاء، كيف يقول هذا ما هو الدعاء؟ هذا دعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الذين يرقون الناس يستخدمون كان أيوب سكت، لو كان على قول هذا السائل كان أيوب سكت وقال علمه بحالي يكفي عن سؤالي، ولم يقل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب سأل ربه، نعم، تضرع إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الذين يرقون الناس يستخدمون الأذان في الرقية عليهم، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لهذا أصل، وهؤلاء يغطون على ما عندهم من الخرافات والجهل بهذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا كنت أطلب الرقية، فلما بلغني الحديث انتهيت عن طلبها وامتثلت الحديث. ما قلنا لك تترك الرقية يا أخي، ما قلنا لك تتركها، قلنا ترقي نفسك أنت ولا تحتاج للناس، وإذا طلبتها من غيرك طلبت أمرا جائزا لكنه مكروه، جائز لكنه مكروه، كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أي شيء أولى بالمسلم، أن يتوكل على الله أم يأخذ بالأسباب؟ كلهم لابد من الأمرين، التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، فترك الأسباب هذا قدح في الشريعة يقولون، وترك الأسباب والتوكل على الله فقط هذا قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب، والاعتماد على الأسباب وترك التوكل على الله شرك، هذا شرك، الاعتماد على الأسباب ترك التوكل على الله هذا شرك، فترك الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل، فلا بد من الأمرين، فعل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل توفاه الله ولم يصم رمضان عامين،
رجل توفاه الله ولم يصم رمضان عامين، وترك الصيام بعذر أنه مريض بالسكر وبدون مشورة الطبيب، والذي يظهر لنا أنه قادر لأنه هو الذي أفتى نفسه بترك الصيام لمدة عامين. سؤالهم: هل يقضي عنه أولياؤه أو يطعم عنه أو يترك؟ الأفضل أنهم يصومون عنه، الأفضل أنهم يصومون عنه، وإذا كان ما يعني يقدرون على الصيام أو يشق عليهم يطعمون عنه عن كل يوم مسكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: اعتاد بعض الناس إخراج كميات من التمر بعد صلاة فجر يوم عيد الفطر ووضعها في المساجد أو المصليات ليأكلها المصلون في ذاك اليوم، فما حكم هذا العمل؟ لا أصل لهذا، هذا لا أصل له، ولم يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه. الرسول أكل تمرات عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج، أكلها في بيته، الذي يريد السنة يأكل التمرات في بيته ولا يجعلها في المسجد. المسجد ما هم محل أكل ولا هم مطعم، مسجد إنما هو للصلاة وذكر الله والتكبير، ما هم مطعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يحذر من الذين يرقون الناس وهم يتعاونون مع الجن؟ وهل هذا التحذير من الغيبة إذا ذكرنا اسم ذلك الشخص؟ ما يكفي التحذير، ما يكفي تحذير الناس، يجب أن يبلغ عنهم، يجب أن يبلغ عنهم الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وزارة الداخلية، وهناك تعليمات لما يعامل به هؤلاء، فيه تعليمات الآن، فلا يكفي أنك تحذر الناس منه، لازم تبلغ عنه من أجل يمنع ويطرد من البلاد إن كان أجنبي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ظهر الآن في القنوات الفضائية من يرقون الناس عبر التلفاز، فهل يصح هذا العمل وهل هو مشروع؟ لا، ما هو مشروع ولا هي بهذه الرقية، هذا لعب. الرقية بالتلفاز والتلفون، والرقية في خزان الماء يقرب الخزان أو بغاية الماء، هذا كله من التلاعب. الرقية بالميكروفون وعلى ناس كثيرين في المكان، كل هذا من التلاعب والتزيد في الرقية وإخراجها عن حالها الشرعية. والغالب أن هؤلاء يبون أموال فلجأوا إلى هذه الحيل، يبون أموال الناس فلجأوا إلى هذه الحيل الباطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذا الدعاء وهو: اللهم أعطنا مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل هو من الاعتداء في الدعاء؟ نعم، مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل إيمان جبريل، هذا لا شك أنه سؤال شيء ما تصل إليه ولا تستحقه. تسأل منزلة النبي في الجنة مثلها؟ هذا لا، اسأل الله مثل الصالحين ومثل المؤمنين فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يوجد في بعض أجهزة الجوال مقطع فيديو لساحر يقوم بقص جسم الإنسان إلى نصفين. نعم. يقول: يوجد في بعض أجهزة الفيديو ببعض أجهزة الجوال مقطع فيديو لساحر يقوم بقص جسم الإنسان إلى نصفين ويبقى الإنسان حياً، وهذا قد انتشر، فما هو الواجب نحو ذلك؟ وهل للسحر حقيقة؟ السحر له حقيقة، السحر على قسمين: سحر حقيقي يؤثر ويمرض ويقتل، وسحر تخيلي على العيون فقط. وهذا الذي ذكره السائل لازم أنه يؤخذ ويوصل للمسؤولين، يوصل للهيئات، والهيئات تتبعه وتقضي عليه. نعم. فلا يجوز تركه ينتشر بين الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عندي أرض قد اشتريتها للبناء عليها، ومر عليها سنة ولم أبدأ بالبناء بعد، فهل عليها زكاة؟ أنت ناويها للبناء عليها، ما فيها زكاة، ولو بقيت سنين ما فيها زكاة، لأنها ليست تجارية وإنما هي للبناء، فلو أبقيتها سنين للبناء ما فيها زكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر المؤلف رحمه الله هذه العبارة:
وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، فمن الذي تجب عليه الضيافة؟ المضيف، تجب على المضيف المنزول به، المنزول به إذا لم يبذل الضيافة فهو حق له، يطلبه منه، ولا يعد هذا من السؤال المذموم، أنه يطلب حقا له. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.